نجحت الشيخة نور بنت راشد الخليفة والشيخة هيا بنت محمد الخليفة من احتلال المرتبة 36 في قائمة أقوى سيدات الأعمال الملهمات لأكبر العلامات التجارية في الشرق الأوسط، وذلك بخط الأزياء الخاص بهما بعد افتتاح دار نون باي نور. وقالت فوربس الشرق الأوسط في تقريرها الذي نشرته مؤخرا أن رائدات الأعمال والمبدعات بالمنطقة تمكنا من تخطي الحواجز لتؤسسنا علامات تجارية بارزة نجحت في كسب شهرة واسعة ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما على الساحة العالمية أيضا. للمرة الأولى يكشف التقرير هذا العام عن قائمة تضم سيدات بدأنا من الصفر وأطلقنا علامات تجارية باتت نموذجا اليوم بعد أن جذبت أنظار أبرز المشاهير في العالم.